السلام عليكم، انا محمد غنايم. طرحت سؤال على صفحتنا على الانستغرام حول الموضوع الذي ترغبون مني بنشره يوم الجمعه الحالي، وطرحت موضوع علمي ام افلوك في الحجر الصحي، كون اننا الان في حجر صحي، وكانت الاجابه العليا بقليل افلوك في الحجر الصحي وكذلك نفعل باذن الله. ولكن بدايه اريد منك ان تتابعنا على الانستغرام حتى نسعد بك هناك في اي اقتراحات مستقبليه واكون اقرب اليك، القرب منك وصال، لنبدا على بركه الله. ولكن لماذا نبدا؟ ما رأيكم بالقهوة؟ أنا أسمي القهوة أنيس كل واحد، يعني وليس كل وحيد، هناك فرق أن تكون وحيد أو أن تكون لوحدك، أمران مختلفة. في حالتنا الآن في الحجر الصحي نحن وحدنا ولسنا وحيدين بإذن الله تعالى. طبعا الاجواء في الخارج احبتي في الله غائمه، يعني تجعلك ترغب في البقاء في المنزل، يعني نحن في المنزل بكامل ارادتنا. طبعا خلال المده الماضيه لم اكن في حجر منزلي بسبب ظروف عملي، ولكن قررت ان اشارك الشباب هنا الحجر المنزلي ونرى هل هو بتلك الصعوبه ام لا. معي خلف الكاميرا احمد يساعدنا في تصوير هذا المقطع. سبحان الله، تشعر أن موضوع الكورونا فتح بصيرتنا حول مفهوم أنك لا تعرف قيمة الشيء إلا عندما تفقده، فأصبحنا نعرف قيمة الوقت، قيمة النظافة، قيمة الجمال المحيط، قيمة التجمعات، قيمة الجماعة في المسجد. ولكن الحمد لله لدينا يقين بأن القادم أجمل والمؤمن أمره كله له خير، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أحمد، شو رأيك في هذا الهدوء؟ طبعا أحمد يعمل في إحدى الشركات ولديه إجازة بداية الشهر، فهو يعني تذوق طعم الحجر المنزلي جيدا. كيف هو الطعم أحمد؟ طعم الحجر الصحي صراحة مره، أي والله مره. طبعا الآن حان وقت الأكل، يعني تعرفون الأشخاص الذين يسكنون بعيد عن أهلهم 90% من طعامهم يكون بالاعتماد على المطاعم، ولكن الحجر المنزلي يجب أن تعتمد على نفسك في إعداد الطعام، منها تتسلى ومنها تقدر أكل الأمهات وطعمه. لذلك كل التحية والسلام لأمي وأبي إذا تشاهدونني، وإذا لا تشاهدونني وائس فاهي يعني. لا أمزح. الآن سنقوم بشراء الأغراض اللازمة من تطبيق عبر الإنترنت، ونقوم إن شاء الله بإعداد الطعام هنا في المنزل. وهنا كما تلاحظ يوجد خيار تسليم بدون لمس، يعني سيكون الدفع عبر الكريدي، وعند التسليم يتم وضع المغلف خلف الباب بحيث لا يحدث تماس بينك وبين عامل التوصيل. جلوفز، اعطيني جلوفز يا احمد. التفريغ عليك يا احمد، يلا. ابو جود المطبخ لك، ابو جود محترف الطبخ عندنا هون. الان ساعلمكم طريقة غسل اليدين بالطريقة الصحيحة، هذه الطريقة نستخدمها كاطباء في تعقيم اليدين بشكل يومي. خلال هذه المدة ما رأيكم أن نقوم بتمرين بسيط حتى نرى مقدار لياقتكم، لأن الرياضة مهمة جدا في الحجر الصحي. أحمد، أريد بعدينك أن تشاركنا في هذا التمرين، وأنتم تستطيعون أيضا تطبيق هذا التمرين في بيوتكم، ومنها التسلية ومنها تعرفون مقدار لياقتكم ويشجعكم هذا الأمر على القيام بالرياضة. الآن يجب أن تقف مثل أحمد هكذا وارفع يدك للأعلى أقصى ارتفاع يمكن أن تصل له، ثم نقوم بوضع علامة عند الارتفاع الذي وصل إليه أو تصل إليه، ثم بعد ذلك يجب أن تقفز لأعلى نقطة ممكنة ونحدد علامة أخرى. ثم نقيس الفرق بين النقطتين ونطبق المعادلة التالية، والنتيجة يجب أن تكون بين المتغيرين التاليين. طبعا إذا كنت أقل أو أعلى من النسب هذا لا شيء يدعو للقلق، فقط مارس الرياضة أكثر تزيد لياقتك. هذا واحد من التمارين التي نستخدمها لقياس فعالية الجسم. أخبرونا عن نسبكم بعد أن تقوم بها في التعليقات أدنى. وبالحديث عن النسب، كما نلاحظ الموقع هنا الذي يظهر كل حالات الإصابة بالفيروس في العالم، نلاحظ أن في تركيا مثلا عدد الإصابات 2433، وعدد الوفيات إلى الآن 59، وعدد المتعافين 26. نوعا ما النسبة مقبولة مقارنة بإيطاليا مع الأسف الذي وصل به عدد الوفيات إلى 7503، وعدد الإصابات إلى
74386 وعدد المتعافين 9362. وهنا أمر أريد أن نركز عليه هو أن تجعل متابعتك للأخبار المتعلقة بفيروس كورونا نوعا ما خفيفة بالنسبة لمجال عملي، ويجب أن أبقى على اطلاع مستمر بواقع مهنتي. وهنا أيضا لا بد من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بحكمة، يعني أن تستخدمها إذا كنت بعيدا عن أهلك فقط للتواصل مع أهلك ومتابعة الأخبار بشكل خفيف. وعندما تستمع لتلك الأخبار احرص على ألا يكون بجانبك أطفال، لأنهم يتأثرون بشكل سلبي بهذه الأخبار ويولد لهم نوع من القلق. الاطلاع الزائد على مثل هذه الأخبار سيجعلك تقلق بشكل كبير جدا، والقلق من الأمراض التي تؤثر بشكل مباشر على القلب وعلى جهاز المناعة لديك، فاحرص على ألا تتابع هذه الأخبار بشكل يسبب لك القلق المفرط. الآن لدي بعض الأعمال التي يتوجب علي إنجازها، أعمال حاسوبية وإيميلات ومراجعات لابد من الاطلاع عليها. هو أعود الحديث معكم إن شاء الله. الآن أحبتي في الله، الأمر الذي يجب علينا أن نطبقه بشكل يومي في الحجر الصحي هو الورد اليومي. أطلقنا سابقا حملة ختمة، وهي عبارة عن مجموعة على الفيسبوك نقوم من خلالها بنشر بشكل يومي ورد من القرآن الكريم. التحق بفضل الله في هذه المجموعة ما يزيد عن 23,000 أخ وأخت، وقمنا بختم القرآن كاملا بفضل الله تعالى، وهذا شيء يعني أسعدني جدا، وكنت فخور بكل شخص يوجد في تلك المجموعة، سواء ختم القرآن كاملا معنا أو اكتفى ببعض الصفحات أو اكتفى ببعض الآيات، المهم أنه بقي قريب من القرآن الكريم في حياته. ومن خلال الرسائل التي كانت تصلني بشكل يومي من الذين كانوا يشاركون معنا في هذا الورد، لاحظت مقدار التغيير الكبير في حياة من كانوا يقرؤون، سواء في حياته العملية أو المعنوية، وكيف جعله ذلك القرب من القرآن الكريم يحسن إدارة يومه وحياته بشكل عام. لذلك قررت أن نكرر هذه التجربة معكم، ما رأيكم؟ بحيث أن نقوم بالنشر مجددا في هذه المجموعة. سأضع لكم في الوصف رابط هذه المجموعة، تفضلوا التحقوا بها. يا شباب، من باب العمل الجماعي، في حدا بده مساعدة شيء أو شو بتعمل؟ يا رب تجيب حالة وقت الغداء أو العشاء. الآن في لحظات المساء يروق الجلوس والتفكير في كل شيء. هنا في مثل هذا الوقت قبل الحجر الصحي وبه تجتمع عليك بنات أفكارك، وتكتب الخواطر، وتتواصل مع الأهل، وتخطط ليومك التالي. لذلك أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سعدت بالحديث معكم، ودمتم في أمان الله.